ورجع لكم تاني بعد فاصل مشاهدتي اعزائي. وما زال معانا استاذه منور ياسين وبنات وستات حلوين من باقي الدفعه، سمر، منى، بسمله، صح كده؟ انتوا منورين. قبل ما هنقول لهم ان انتوا منوريننا، عايزين نقول ان الدفعه دي كانت 18، اخترنا 6 منهم يطلعوا معانا على الهواء، او يعني هم على الهواء اوكي بالنسبه لهم. اهلا. اهلا بيكي. انت تخصص الاطفال صح كده؟ الحاجات اللي انت عملتيها بتاعت الاطفال دي مظبوط؟ اشمعنى اطفال؟ عشان عندي 3 بنوتات. ما تهزريش والله. عندهم قد ايه؟ جودي 6 سنين، وجيسي 3.5، وجورين سنه وشهر. جوسي؟ جيسي؟ لا، جودي جودي، وبعدين جودي. جيسي، وبعدين جورين، وبعدين جورين. اشمعنى جو كله؟ يعني ليه جو؟ ليه؟ جت امبراطوريه. امبراطوريه؟ حلوه؟ امبراطوريه ده حلوه جدا. بسم الله ما شاء الله. فقراتي انت تفصلي لهم. فكرنا في مشروع؟ لا بصراحه انا حابه اعمل لهم هم واعمل لنفسي. وجوزك لما شافك بتعملي كده ايه؟ اه مبسوط جدا جدا. بيقول لي بجد انت طلعتي من القماش الفستين الحلوه دي؟ يعني في بقى حبيبنا الحمد لله دلوقتي ولا ايه النظام؟ تمام يعني؟ حبيبي عدينا؟ حبيبة قلبي ست الكل. قولي بقى كده، لما اتعلمنا الخياطه استاذه منى من الاستاذه منار، كنا شايفين ان احنا هنعرف نعمل كده لما كنا شايفين، كنا شايفين هننجح ولا لا؟ طب هنعمل بيها ايه؟ بصراحه انا الاول ما كنتش متوقعه اني انتج كده، بس انا عاوزه اقول ان الاستاذه منار عندها طوله بال ما شفتهاش. يعني انا اتعاملت مع مدرسات، مع مدرسين، مع اساتذه جامعه، اي حاجه يعني عندها استعداد تعيد الحاجه مليون مره لغايه ما تدخلها في دماغ اي حد. اي لاف يو بجد. يعني رهيبه. يعني رهيبه بجد. الحمد لله دلوقتي انا بعرف اعمل كل حاجه، بس لسه ما عملتش ولا صفحه ولا مشروع، بس ان شاء الله باذن الله ناويه. بس انا اصلا يعني انا بشتغل في دار ايتام ما، وفي ستات كتير نفسهم يتعلموا، وانا حاسه ان هم يعني محتاجين لدخل. هنتكلم في ده بعد ان شاء الله ما خلص الحلقه. يعني في ستات كتير، يعني انا اصلا البدايه قلت علشان اعلم الستات دول. ربنا يسعدك. وحبيت الحاجه نفسها. يا حبيبتي ربنا يسعدك. يا سمر. سمر على التليفون. سمر بحسب انا سمر. ازيك يا سمر؟ الحمد لله. ازيك؟ كل سنه وانت. ايه استاذه رضا دي؟ كل سنه وانت طيبه يا سمر. كل طيبه حبيبي. هنتعلم الخياطه علشاننا ولا عشان نعمل مشروع؟ عشان يا سيدي. طيب يا حبيبي، انت النهارده كسبتي هديه من الاستاذه منار، فيهاش اي مصاريف. خليكي معايا عشان اخد بيتك في الكنترول. داليا اخر واحده من الثمانيه صح كده؟ يا داليا. ايوه. دانيا ولا داليا؟ أيوة. لا دانيا. ازيك يا دانيا؟ الحمد لله كويس. دندن عايزين نتعلم خياطه علشان نعمل ايه؟ ايوه نعمل ايه؟ عايز تعملي مشروع ولا عايز تعملي تعملي نفسك؟ لا عايزه اتعلم عشاني وعشان الاولاد. يعني ربنا يسعدك يا حبيبتي. خليكي معايا في الكنترول ياخدوا بياناتك كده. احنا خلصنا من اول 8، 7 بقى 50% خصم على المصاريف. بسمله ازيك؟ المتوتره. المتوتره اللي كانت قبل الهوا عماله تقول يا متوتره. انتي صغنطوطه بسمله، انتي عندك كام سنه؟ عندي 15. 15. اتعلمتي ليه؟ يعني دخلتي الهوا وقلتي عايزه اتعلم ليه؟ هو انا بحب الموضوع ده من وانا صغيره جدا جدا يعني. بس انا حباه اصلا. هو مفروض ان انا كنت في درس، وبعد كده جيت من الدرس يعني، ولقيت اختي الاء متصله وبتقول لي انا اتصلت لك برضا الشربيني واشتركت لك يعني في الكورس وكده وفاشن ديزاين وكده. بس يعني فلو مضافر يعني افرحني جدا يعني. بس بقى هنكمل مذاكره طبعا وهنكمل جامعه، بس انت شايفه نفسك انه بعد شويه سنين قدام عايزه تطلعي فاشن ديزاينر، مصممه ازياء، تقصي وتعملي الوان ومش عارفه ايه وكذا؟ اكيد عايزه تعملي كده. انا بحب الموضوع ده جدا. انا اساسا من غير الاء ورضوى وماما ما كنتش وصلت. مين الاء ورضوى؟ اخواتي وماما. انت عندك رضوى. رضوى في كل بيت. اوكي. هم بيشجعوكي على ده؟ اه. اوكي
هرجع تاني كلام حضرتك. الحرفة او التعليم اللي احنا تعلمناه من أستاذة منار هنعرف نورثه او ننقله للستات اللي معاكي في الدار؟ اكيد هتعرفي تعملي. اكيد ان شاء الله. برافو ان شاء الله. لضيق الوقت هاخد حضرتك. طب نجلاء. يا نجلاء. ايوه ازيك يا نجلاء؟ ليه فلان؟ عايزين نتعلم تفصيل عشاننا وعشان ولادنا ولا عشان نعمل مشروع؟ عشان ولادي وعشان نفسي اتعلم واحسن يعني اعمل دخل لولادي. يا حبيبه قلبي ربنا يسعدك يا رب دايما خليكي معايا عشان ياخدوا بياناتك في الكنترول. حضرتك اول واحده عليها 50% من المصاريف كده، فاضل معانا 6 هننقلهم دلوقتي حالا للسوشيال ميديا لضيق الوقت. انا بعتذر جدا، عارفه ان احنا معانا تليفونات كتير بس مش هنعرف نعمل ده دلوقتي. هنختار بشكل عشوائي جدا من صفحه هي وبس اللي على الفيسبوك. انتوا نورتونا واحلى حاجه في الدنيا انه انا اشوفكم قدام عينيا كده وجها لوجه. ده نمره واحد. نمره اتنين انه احس انه البرنامج والست دي عايزه يعملوا اي حاجه، فانتوا حقيقي نورتونا. ميرسي ميرسي بيكي منور. نعم. بحبك انا جدا وبشكرك وربنا يخليكي ليهم ويخليكي ليا ويخليكي ليهم، وتفضلي طول الوقت شخص سباق بالخير ومتعاون وبيحب الناس وزي ما احنا سمعنا دلوقتي وسمعت من ستات كتير. دي تامن دفعة لو احنا بنتكلم في متوسط 10 10 فاحنا علمنا 80 ست وبنت ازاي يفصلوا، ازاي يتعلموا خياطة، ازاي ينفعوا نفسهم ينفعوا غيرهم ويعملوا كمان مشاريع. هي دي السبب مش انا. الله يخليك. الله يخليك. ميرسي. مشاهداتي عزيزات خليكم معنا وتابعونا وما زلنا معاكم وهي وبس.